عندما بلغ القيادات في القطاع الديني أن أحد رموز الدعوة السلفية، إن إحنا قلنا لن نسمح خلط الدعوة بالسياسة الحزبية كائنا ما كان، فلما بلغ القيادات بإني الشيخ ياسر برهامي وهو لم يصرح له اعتلى المنبر بالمخالفة للقانون، مش عملوا محضر واحد، عملوا محضرين يوم الجمعة الماضية، أوقاف الإسكندرية حرات محضرين في يوم واحد، وكلفت الشؤون القانونية من رئيس القطاع الديني بتحويل المحضر من محضر إداري إلى جنحة، وتم استدعاء وكيل الوزارة بأوقاف الإسكندرية وأخذ توجيهات بضم جميع مساجد الدعوة السلفية للأوقاف لأنهم لم يلتزموا لا بكلمتهم ولا باتفاقهم. أعلنوا للرأي العام أننا لن نتجاوز القانون، وده أعلنوا الناس كلها، ولن نخطب بدون تصريح، ولكن واحد من أبرز رموزهم خرج بدون تصريح، إما أنهم لا كلمة لهم أو أنهم مش متحكمين في بعض الأشخاص، وكلاهما مشكلة،